مشاهدينا الكرام، ما زلنا نواصل رحلتنا في بلاد الشعر والفلسفة والألوان والفنون العريقة، أرض السحر والجمال. تابعونا في هذه السلسلة من الحلقات التي نزور فيها مدنا في الهند ونستكشف معالمها الأثرية والطبيعية. نتجول في ربوعها ونتعرف على بدائع الفن والعمارة في واحدة من أعرق الحضارات في العالم. وفي بالنا دائما أثناء رحلتنا ما نشأنا عليه من آثار وروائع حضارتنا المصرية القديمة. نواصل خطوات الرحلة في الهند بعيون مصرية. تقع مدينة هامبي التي نزورها بصحبتكم في ولاية كارناتاكا في الجزء الجنوبي من الهند، وهي واحدة من الولايات التي امتدت إليها سلطة إمبراطورية بيجايا ناجارا حتى القرن السادس عشر. اطلعت هذه الإمبراطورية القوية على نشر العقيدة الروحية الهندوسية من خلال تشييد المعابد التي تمتلئ بها مدينة هامبي، وهنا نشأ طراز بيجايا ناجارا في الفن والعمارة والنحت والتصوير، حتى لقبت المدينة بجوهرة الهند الحجرية. بصفة عامة زخرت هذه الحقبة بروائع الفنون التشكيلية وعروض الموسيقى والرقص، كما حفلت بالمواكب الاستعراضية الدينية أو العسكرية أو الشعبية. وعلى عكس الشائع المتداول عن الهند، فإننا لم نقابل الكثير من الأبقار في الأماكن التي زرناها في مدينة هامبي، ولكن الحيوان الذي كان حاضراً حولنا في كل موقع ويتواجد بكثرة هو القرد. ولم يكن مفاجئاً لنا أن نعرف أثناء رحلتنا أن مدينة هامبي قديماً كانت مملكة للقرود في العصور القديمة، وكانت تعرف باسم مملكة كشكيندا. وللقرد المعبود هانومان معابد في كل أنحاء الهند، وفي كل منطقة تقاليد محلية لعبادته. ولعل أحفاد القرود القدامى هم من يتجولون ويتقفزون حولنا في كل مكان. في هذه الحلقة نزور معبد هانومان، ولكي نصل للمعبد علينا صعود ما يقرب من 800 درجة، وننضم للمصلين الصاعدين إلى المعبد وهم يطلقون صيحات التلبية. ويعتبر فعل الصعود الجسماني في اعتقادهم رحلة لتنقية الروح.
حصل معبد هانومان على اسمه من صورة الإله هانومان في الديانة الهندوسية، وهو المجسد في صورة قرد والموضوعة داخل تميمة. هانومان هو إله قوي في الأساطير الهندوسية، معروف بقوته وإخلاصه وولائه للورد راما. واللورد راما هو إله بارز في الهندوسية والصورة الرمزية السابعة للإله فيشنو. إنه يحظى بالتبجيل بسبب صلاحه وشجاعته وصفاته القيادية. تم تصوير هانومان على إنه إله قرد يتمتع بقدرات خارقة ويحظى بالتبجيل لشجاعته وحكمته. إحدى الأساطير الشائعة حول طفولة هانومان هي عندما ظن أن الشمس ثمرة فاكهة وطار ليلتقطها، مما أذهل الآلهة. الأسطورة الثانية تتضمن مساعدة هانومان للورد راما في إنقاذ سيتا من ملك الشياطين رافانا في ملحمة رامايانا، حيث أظهرت الملحمة ولاء هانومان وشجاعته وإخلاصه. غالباً ما يوصف هانومان بأنه رمز للقوة والإخلاص والولاء والشجاعة في الأساطير الهندوسية، المعروف بإيثاره وتفانيه الذي لا يتزعزع للورد راما. ومن المعروف أيضاً أن هانومان لديه القدرة على تغيير حجمه حسب رغبته، وقدرته على الطيران ودوره كرمز للإخلاص والقوة في الهندوسية. يعد هذا المعبد معبد هانومان ثاني أهم مزار مخصص لهذا المعبود في مدينة هامبي، ويوجد معابد للقرد هانومان في كل أنحاء الهند، ولكل معبد تقاليده المحلية التي يمارسها جموع المصلين والمنتمين للمنطقة. وفي هذا المعبد المحلي الذي يستخدم منذ مئات السنين، يقدم المريدون القرابين من ثمار جوز الهند، ويأتي المصلون حاملين الشارات من القماش القطن الهندي المصبوغ على الطريقة التقليدية المحلية باللون البرتقالي. ولأن الأشجار مقدسة أيضاً في الديانة الهندوسية، فتنالها المحبة بتعليق القرابين عليها للتبرك. في هامبي تظهر معظم صور هانومان واقفاً رافعاً إحدى يديه والأخرى على ساقه. في هذا المعبد فقط يظهر هانومان في وضع الصلاة. هانومان القرد هو معبود ثانوي
لكنه مهم ضمن منظومة المعبودات الهندوسية التي تتجسد في شكل حيوانات مثل الفيل والأسد. في همبي يمكنك رؤية المعبود القرد هانومان من منظورين، الأول مع راما وسيتا ولاكشمي، حيث يقف بجانب راما مطوي اليدين علامة على التواضع الشديد والتفاني. أما هانومان الثاني فهو على شكل أنجيانا، حيث تم تصويره كرمز للبسالة، يقف ويده اليمنى مرفوعة فوق رأسه وكف يده مفتوحة، ويشكل الذيل قوسا حوله. يمثل هذا هانومان البطولي في وضع جاهز دائما. وفقا للأساطير الهندوسية، هانومان هو ابن إله الرياح، وهذا أعطاه قوة خارقة للطيران. يقع معبد هانومان على تلة على ضفاف نهر تونجا بادرا، لذلك فإن رحلة النهر تكون ساحرة، ولكنها في مدينة هامبي وبالقرب من معبد هانومان ستكون رحلة جد مختلفة. مشاهدينا الكرام، في الحلقة القادمة نواصل زيارتنا لمعالم مدينة هامبي التاريخية ضمن رحلة الهند بعيون مصرية.